قضيت 365 يوماً في إتقان تطبيق كاب كات، والآن يمكنني أن أؤكد أنني قادر بسهولة على منافسة برامج مثل بريمير برو ودافينشي ريزولف وحتى فاينل كات. وهذه 5 أشياء كنت أتمنى لو عرفتها في وقت أبكر عندما بدأت التعديل على كاب كات. وأستطيع أن أضمن لك أن هذه الأمور ستقلل من وقت التعديل إلى النصف. فعندما يتعلق الأمر بمونتاج الفيديو، فالإبداع هو ما يجعل الفيديو يبدو أفضل وليس البرنامج الذي تستخدمه. أول شيء أود الحديث عنه هو التصميمات Layouts. عندما تفتح كاب كات في الزاوية العليا اليمنى ستجد خياراً صغيراً. بشكل افتراضي لدينا وضع العمودي Vertical والأفقي Default، وهنا أكثر الصيغ استخداماً 16 إلى 9 و 9 إلى 16. صيغة 16 إلى 9 تستخدم غالباً لمقاطع يوتيوب، بينما صيغة 9 إلى 16 تستخدم عادة لإنستغرام وتيك توك ويوتيوب شورتس. إذا كنت تعدل بصيغة 16 إلى 9 فالوضع الافتراضي هو الأنسب لأنه يمنحك مساحة كافية للعمل، لكن إذا كنت تعدل بصيغة 9 إلى 16 فهناك خدعة بسيطة. اذهب إلى الخيار في الزاوية اليمنى، وبدلاً من الوضع الافتراضي اختر عمودي Vertical. هذا التبديل يحدث فرقاً كبيراً. ثاني نقطة أود التحدث عنها هي المسطرات Rollers. إذا كنت تعمل على صيغة 9 إلى 16 فالبقاء داخل المنطقة الآمنة أمر أساسي. لقد رأيت الكثير من الفيديوهات التي تحتوي على عناصر خارج الإطار الآمن. هناك 3 مساطر رئيسية يجب أن تستخدمها دائماً في فيديوهاتك: مستوى العين، الترجمة، والعناصر الحركية Motion Graphics. ابدأ بإضافة مسطرة أفقية واضبطها على مستوى العين. يفترض أن تكون الترجمة دائماً أسفل الذقن، لا منخفضة جداً حتى لا تشتت المشاهد. أما الرسوم المتحركة والعناصر الجرافيكية فضعها في المنتصف، لأن هذه هي النقطة التي يتجه إليها انتباه الناس طبيعياً أثناء التمرير. هذا يجعل الأمور مركزة وسهلة الفهم. الآن لنتحدث عن القوالب Templates. إذا كنت تريد تسريع عملية المونتاج فالقوالب هي أقوى أداة لذلك. ولا أقصد القوالب الجاهزة أو الفيروسية في كاب كات، بل تلك التي تنشئها بنفسك. في كل مرة تبدأ مشروعاً جديداً، ربما تبحث مجدداً عن نفس المؤثرات الصوتية ونفس الانتقالات ونفس العناصر. بدلاً من تكرار ذلك وإضاعة الوقت، انشئ مشروعاً جديداً واحداً فقط، واستورد إليه جميع مؤثراتك الصوتية وانتقالاتك وكل ما تحتاجه، وضعها في خط زمني واحد Timeline. وفي المرة القادمة التي تبدأ فيها مشروعاً جديداً، كل ما عليك هو نسخ هذا المشروع والبدء من قالبك الجاهز. بهذه الطريقة ستوفر الكثير من الوقت لأن كل شيء سيكون مرتباً مسبقاً. النقطة التالية: اختصارات لوحة المفاتيح Shortcuts. بدلاً من استخدام الفأرة في كل خطوة، استخدم لوحة المفاتيح لتتحرك بسرعة أكبر. أول اختصار أريد التحدث عنه هو حذف المقاطع Delete. كنت أستخدم زر Backspace دائماً إلى أن غيرته إلى الحرف X في لوحة المفاتيح. الآن أثناء التعديل أضغط على A لإلغاء وضع القطع، ثم أضغط X للحذف وانتهى الأمر. يمكنني التعديل باستخدام يدي اليسرى فقط دون الحاجة لاستخدام اليد اليمنى مع الفأرة. تكرار هذه العملية مئات المرات أثناء تعديل فيديو طويل يوفر وقتاً هائلاً. اختصار مفيد آخر هو Split All، لقطع جميع الطبقات دفعة واحدة. ضع المؤشر في المكان الذي تريد القطع فيه واضغط S، وسيتم القطع في كل الطبقات مباشرة بدلاً من قص كل واحدة يدوياً. هناك أيضاً اختصارات لحذف المقاطع يميناً ويساراً من المؤشر. اضغط Q لحذف كل ما هو قبل المؤشر يساراً، واضغط W لحذف كل ما هو بعد المؤشر يميناً. بدلاً من الضغط على B للقطع وX للحذف وA لإلغاء التحديد، يمكنك ببساطة تحريك المؤشر والضغط على Q. هذه الطريقة تختصر 3 نقرات في كل مرة، ومع الفيديوهات الطويلة هذه الثواني تحدث فرقاً كبيراً. والآن لنتحدث عن إنشاء الرسوم المتحركة داخل كاب كات. إنشاء الجرافيك داخل كاب كات سهل جداً. لنفترض أنك تريد إنشاء شريط بحث Search Bar.
الخطوة الأولى، أنشئ طبقة نص، فرغ المسافات وعدل الحجم، اختر اللون المناسب. الخطوة الثانية، أضف قناعاً ماسك، واختر الشكل المستطيل وعدل حجمه ليبدو كالشريط، ثم قم بتدوير الزوايا ليصبح بمظهر ناعم. لرمز البحث، أنشئ طبقة نص أخرى واكتب حرف O وغير لونه، ثم أضف طبقة نص ثالثة بنفس اللون، وضع عليها قناع مستطيل لتكوين شكل العدسة. وهكذا ببساطة أنشأت شريط بحث داخل كابكات. وكما قلت في البداية، المونتاج يعتمد على الإبداع، والإبداع مهارة تنمو بالممارسة. كلما تمرنت أكثر أصبحت نتائجك أفضل. كانت هذه 5 نصائح تمنيت لو عرفتها عندما بدأت رحلتي مع كابكات، لكن بصراحة ما زال هناك الكثير لتكتشفه داخل هذا البرنامج القوي. وإذا كنت تريد تعلم كيفية إنشاء حركات وأنيميشن احترافية من الصفر داخل كابكات، فلا تفوت الفيديو القادم، لأنني سأشرح فيه خطوة بخطوة كيف تبني وتحرك كل شيء بنفسك. شكراً لمشاهدتكم، نلتقي في الفيديو القادم. سلام.